إلينا الأستاذ مصطفى سعدون مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ مصطفى. بداية، أنتم كمركز حقوق الإنسان أين تضعون ما يحدث الآن في الموصل، وأيضا كيف ينظر إليه القانون الدولي؟ والله بصراحة بسبب الصوت العالي جدا سمعت فقط المركز وهو المرصد وليس المركز. نعم، أنا أسألك. تكرر السؤال. نعم، أسألك أستاذ مصطفى، أنتم كمركز لحقوق الإنسان كيف تقرؤون وكيف تضعون وأين تضعون ما يحدث الآن في الموصل، وأيضا كيف يراه القانون الدولي؟ بكل تأكيد، إن تحدثنا عن مدينة الموصل فنحن نتحدث عن مأساة ولا يمكن أن نوصفها ولا نستطيع أن نوصفها ونوصف ما يحدث هناك. التحالف الدولي ما زال يتمادى بقصفه للمناطق السكنية التي تتواجد فيها العشرات من العوائل، وبذلك هو ينجح خطة تنظيم داعش بجعل هؤلاء المدنيون دروعا بشرية. قتل المئات منهم. يوم غد سنتحدث أو سنصدر تقرير في المرصد العراقي لحقوق الإنسان يتحدث عن إحصائية مخيفة لما يحدث في مدينة الموصل. بكل تأكيد، هذا التحالف الدولي لم يفرق بين الأعيان العسكرية والأعيان المدنية، فبالتالي هو يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يلزمه بضرورة الحفاظ على سلامة المدنيين وتجنيبهم خطر نيران طائراته. إن تحدثنا أيضا وفق القانون الدولي الإنساني فربما وقد تعتبر وبشكل أكيد هذه الأفعال هي جرائم حرب يجب أن يحاسب عليها، لكن للأسف يعني فقط اليوم نرى صوت المرصد العراقي أو صوت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو وقليل من السياسيين أو الجهات الحكومية العراقية التي تتحدث عن هذه المأساة. علينا أن نضغط بشكل كبير لمنع سقوط عدد آخر من المدنيين. يعني اليوم أعتقد في الساحل الأيمن ربما القتلى من المدنيين أكثر من قتلى تنظيم داعش. هذه جريمة كبرى يرتكبها التحالف. نعم. الدولي. أنتم علينا أن نقف بوجهه. نعم. وأن تكون هناك قوات عراقية فقط على الأرض هي من تشارك وتقاتل في تلك العمليات. اليوم القوات الأمنية العراقية منذ 3 أو 4 أيام لو لاحظنا الخريطة التي تخرج في الإيجاز اليومي للعمليات نجد أن هناك تأخر وبطء في العمليات العسكرية وفي التقدم بغية أن لا تكون هناك خسائر في صفوف المدنيين. لكن هل كان هناك ربما تواصل أستاذ مصطفى بينك وبين القوات العراقية لمعرفة فعلا من كان السبب في هذا؟ هل هي القوات العراقية أم هو التحالف الدولي؟ لا، بكل تأكيد الطيران العراقي لا يستطيع في نوع من الطائرات تحديدا الـ F-16 أن يطير في سماء الأجواء العراقية دون الحصول على موافقة أو تنسيق من التحالف الدولي، لكن كل الطلعات التي خرجت بحسب مصادرنا وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها هي طلعات جوية من قبل التحالف الدولي. يعني التحالف اليوم إذا ما قصف منزل في المنطقة الفلانية تحديدا هي منطقة الموصل الجديدة هي أكثر التعرض للأضرار في البشرية والمادية، إذا ما قصف هذا المنزل فربما منزل آخر على بعد 200 أو 300 متر سيسقط نتيجة ذلك الصاروخ. نعم. الذي يسقط من الطائرات. هم بهذه الطريقة ينجحون خطة تنظيم داعش، لأن تنظيم داعش أو عناصر تنظيم داعش يتواجد شخص عنصر أو عنصرين أو ثلاثة فقط في المنزل الذي يقصف، بينما في داخل المنزل هناك 3 أو 4 عوائل. يعني المدني أو العنصر تنظيم داعش الذي يقتل نتيجة قصف طيران تحالف مقابله قد يسقط 3 من المدنيين. نعم. يعني هذه هي المأساة التي نتحدث عنها. نعم. بين هذا التقرير والتأجيل على حساب المدنيين. نعم، بين هذا التقرير الذي ستقومون بإصداره وأيضا بين مطالبات أخرى بتشكيل لجنة تحقيق في من يتحمل مسؤولية ما يحدث الآن في جانب الموصل الأيمن، هل تعتقد فعلا أن هذا قد يجدي نفعا؟
بكل تأكيد، يعني هي القضية بأكملها لا تحتاج إلى لجنة تحقيقية، كل شيء معروف، منطقة فيها كل المعلومات متاحة، الجميع يعرف من هي الجهات التي تقصف، إن كانت الحكومة تعرف والإعلام يعرف والمجتمع المدني يعرف والمنظمات الحقوقية تعرف، فعليهم أو علينا جميعا أن نقوم بدور حقيقي تتعاون فيه الجهات المؤسسات الدولة العراقية والمجتمع المدني والإعلام في سبيل أن ندول القضية بشكل أكبر وأن نطرحها أمام مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن، وأن تطرح أيضا في محكمة لاهاي، ولو هذا أمر محكمة لاهاي صعب على اعتبار أن العراق لم يكن أو لم يصادق على نظام روما الأساسي العام 1997، لذلك لم نتمكن من هذا الأمر، لكن علينا بأي طريقة أن ندول المأساة التي تحدث في الساحل الأيمن من مدينة الموصل. نعم. لا أعرف لماذا التحالف الدولي مستمر بهذا القصف والمدنيون يقعون ويسقطون بشكل يومي بالعشرات والمئات. نعم أستاذ مصطفى، مندوب المفوضية السامية للأمم المتحدة قال أن الأسوأ لم يصل بعد أو لم يحدث بعد لمدنيي الموصل. ما الذي ينتظر مدنيي الموصل أكثر من الذي حدث لهم وأكثر من الذي عاشوه إلى حد الآن؟ بكل تأكيد، لأن الذين خرجوا من مدينة الموصل ربما 200 إلى 230 ألف، ما زال في مدينة الموصل ما يقارب 450 ألف من المدنيين. هؤلاء يعانون في داخل المناطق سيطرة تنظيم داعش مأساة حقيقية، وإن وصلت القوات المحررة بكل تأكيد ستزداد المأساة، على اعتبار أن التنظيم يبدأ عملية استخدامهم كدروع بشرية، وكذلك القصف العشوائي وغير الدقيق من قبل طيران التحالف الدولي. لذلك هي المأساة ليست فقط فيما يخص المسألة العسكرية، المأساة هي مأساة صحية، مأساة تتعلق بالغذاء، مأساة تتعلق في كيفية إنقاذ حياة هؤلاء، أيضا مأساة تتعلق في أن هؤلاء عندما يعودوا للموصل سوف لن يجدوا منازل أو لم يجدوا شيء يسكنوا فيه، وأيضا سيبقون في العراء، وربما سيطول أمر هذه المخيمات. لذلك ما تحدثت به المفوضية السامية ليس بالجديد أو ليس بالغريب إذا ما حدث. مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان الأستاذ مصطفى السعدون، كنت معنا من العاصمة بغداد، شكرا جزيلا لك.